سالم أحد موظفي مركز التكنولوجيا المساعدة مدى. مدى مؤسسة غير ربحية تدعم النفاذ الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دعماً لقطاع التعليم، قام مركز مدى بتمكين 3000 طالب من ذوي الإعاقة للنفاذ إلى التعليم النوعي من خلال التكنولوجيا وبناء قدرات المعلمين. كما عمل مركز مدى بشكل وثيق مع شركائه لتمكين 2900 شخص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن للنفاذ إلى المجتمع وجعل المنصات الرقمية ميسرة لهم. في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، قام مركز مدى بتمكين 80 شخصاً من ذوي الإعاقة للنفاذ إلى الوظيفة عبر برنامج متخصص وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا المساعدة. وللتعرف على المصادر المتاحة للجميع، زوروا موقع مدى الإلكتروني www.meda.org.qa